النهاردة هنتكلم على موضوع جديد جدا جدا، وهو للأسف من الأخ أردوغان أو إردوغان زي ما تقول، إنه بيحاول عايز بيقول لك مجلس الدولة، تركيا بتقول مجلس الدولة يصدر قرارا خلال 15 يوم بشأن تحويل كنيسة آيا صوفيا السابقة إلى مسجد طيب الموضوع مش الهدف ان هو يحول الكلام دوت، يحول الكنيسة الى مسجد، لكن ان بيقول لك بحث مجلس الدولة في تركيا الخميس مشروعا بشأن تحويل الكنيسة السابقة آيا صوفيا الى مسجد في خطوة تحظى بدعم الرئيس رجب طيب اردوغان وتثير تحفظات بالخارج. وقال مراسل فرانس 24 في تركيا ان اعلان القرار سيكون خلال 15 يوم. عقد مجلس الدولة في دولة تركيا وهو اعلى محكمة في البلاد الخميس جلسة بشأن النظر في تحويل الكنيسة السابقة آيا صوفيا الى مسجد بطلب من عدة منظمات في خطوة تحظى بدعم الرئيس رجب اردوغان وافاد مراسل في تركيا ان اعلان القرار سيكون خلال 15 يوم. وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية في سنة 1453 تم تحويلها الى مسجد، لكن المسجد تحول الى متحف في سنة 1935 بقرار من رئيس الجمهورية التركية الفتية حينذاك مصطفى كمال أتاتورك بهدف اهدائها الى الانسانية. وكان مجلس الدولة قد سمح العام الماضي بتحويل كنيسة شوار البيزنطينية في اسطنبول الى مسجد في قرار اعتبره البعض اختبار قبل البت في مستقبل آيا صوفيا. طيب ايه الهدف من سعي تحويل آيا صوفيا الى مسجد؟ وتصير هذه الخطوة قلقا خارج تركيا، فقد دعت الولايات المتحدة الامريكية يوم الاربعاء انقرة الى عدم المساس بوضع آيا صوفيا فيما تراقب اليونان المجاورة عن كسب الإرث البيزنطي في تركيا. لكن الرئيس إردوغان والذي يشعر بالحنين إلى الإمبراطورية العثمانية ويسعى إلى الخلافة الإسلامية ويسعى إلى كسب أصوات الناخبين المحافظين وسط أزمة اقتصادية ناجمة عن وباء كوفيد-19 عبر مرات عدة عن تأييده لفكرة تحويلها إلى مسجد، وكان قد وصف العام الماضي تحولها إلى متحف الخطأ الفادح. ومنذ وصوله إلى السلطة في سنة العام الأسود 2003 تزايدت النشاطات المرتبطة بالإسلام داخل هذا الموقع الذي تنظم فيه حلقات لتلاوة القرآن أو صلوات جماعية إمامة. وآيا صوفيا تحفة معمارية شيدها البيزنطيون في القرن السادس، وكانوا يتوجون أبطرتهم فيها، وقد أدرجت على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو، وتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في إسطنبول عن فرانس 24. يعني في الحقيقة أنا مش عارف الأخ إردوغان ده عايز يوصل لإيه بالظبط. مرة بيعادي الدول العربية، مرة بيعادي نفسه، مرة يبقى جاسوس للدول للأجندات الخارجية، وبرغم ان هو رجل اسلامي يعني برضو بيقف ضد الاخوة المسلمين وواقف ضد الدول العربية الاسلامية. احنا مش هنقول غير اني انا واثق في الامن، مجلس الامن القومي مش هيسكت عن الكلام دوت، ولا الدول هتسكت عن هذا الكلام لرغباته المتخلفة ورغباته الانتهازية لفكره واعتقاده انه هو يكون من ضمن الخلفاء المسلمين. هذا انسان فكره فكر باطل ولا يدري بان الخلفاء قد انتهوا في عصرهم. يعني بنطلب من كل الاخوة الاحباء انهم يكون عندهم استوعاب واستنارة لهذا الانسان اللي دماغه مودياه في داهية ومودياه بلده في اقصى
البعد. أحبائي وأخواتي وأصدقائي، لو عجبكم الفيديو أرجوكم أن تشتركوا في القناة. شكرا لكم ولمحبتكم، ولكم مني كل الحب والتقدير، والسلام لكم جميعا.